Chers parents, bonjour. On vous passe notre vif salut, accompagné par nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Et on vous remercie infiniment et chaleureusement pour votre confiance et fidélité au groupe scolaire Shkori. Nous souhaitons que cette année passe dans de bonnes conditions comme d'habitude. Chers parents, nous vous assurons que notre école a pris des mesures très efficaces concernant le protocole sanitaire pour COVID-19. Donc, n'ayez aucune crainte et assurez-vous que l'école a pris des mesures concernant ce virus. Donc, dès l'entrée de l'école jusqu'à la classe. Alors, le port des masques est obligatoire pour les grandes classes à partir de la classe CM2. Aussi, la distanciation sociale est impérative, que ce soit à l'intérieur de la classe ou dans la cour. Que notre établissement Shkori a déjà signé un contrat avec une entreprise de stérilisation qui s'occupe de l'hygiène de l'école, que ce soit la désinfection ou bien la stérilisation à la fin de chaque séance pour éviter tous les risques. La santé de nos enfants est notre intérêt primordial. Donc, nous serons toujours dignes de votre confiance et merci infiniment. كان ماما باش ما نصابوش بكورونا. انا فرحان انني جيت المدرسه، دراسه زوينه تنتعلموا فيها. سميتي صالح الدين برطات، كنقرا في مدارس شقوري خصوصيه. رجعت القرايه من بعد المعطله وانا فرحان الحمد لله. مؤسستنا محلوله، لقيت اصدقاء تاعي، انا فرحان بزاف. كنت ندير كمام تاعي، كندير معقيم باش ممكن نصاب في الكورونا، باش نبقاو نقراو العام كامل. جيت تسنيم بزوزي، كنقرا في مدرسة شقوري الخصوصية. أنا فرحانة من رجعت المدرسة وتلاقيت بالأصدقاء تاعي وصديقات ديالي ولقيتهم كاملين بصحة جيدة. أنا كندير الكمام ديالي وكندير المعقم باش ما نتصافش بكورونا. كنغسل ايديا مزيان في الدار وماش باش ما نجيبش الكورونا للدار. كنغسل ايديا مزيان بزاف المرات في المدرسه. السلام عليكم، انا ماما ادم بن خربوش والاء بن خربوش. قبل من الدخول المدرسي كنت متخوفه مع هذا الوباء، الله يحفظ، الله ينجينا منه، الله يعافينا.
كنت خايفة على وليداتي مي ملي جيت دابا لكول بالي داكشي كلشي منظم في مدرسة شقوري مدارس شقوري الخاصة كلشي منظم يعني التعقيم والكمامات والأساتذة كيستقبلوا التلاميذ باستقبال جيد بكل بجميع الوقاية وانا عجبني الحال دابا ونتمنى يبقى هذا الشيء دائما وداروا ليهم نظموهم يعني داروا لي غروب غيقراو مثلا اليوم في الصباح والغد ليه في العشيه باش ما يكونش الاكتضاد في القسم هذا الشيء مزيان مزيان لوليداتنا ومزيان لينا كاملين ونتمنوا من الله نتخلصوا من هذا الوباء في العاجل القريب ويا ربي المهم المدرسه على في احسن الظروف كيدخلوا الدراري المساعدين كلهم الكمامات ديالهم بلي ماسك كومبلي ديالهم وكاينه معاملات حسنه كاين ظروف مواسية كل شيء على خير وبخير الحمد لله طبيعة الحال هذا المدارس الشقوري كنحسوا بالراحة ديما قبل ما يكون هذا الوباء وملي ولا هذا الوباء كان ملي ولا هذا الوباء كان تنظيم أحسن منظم هانت كيف كتشوف الدري الصغير ها هو جايب الكمامة ديالو داخل والمساعدات كيوجهوا الناس باش يدخلوا بنظام وانتظام وكل شيء الحمد لله داز على خير وبخير